تصدقيني يا شيرلي يا حبيبتي لما اقولك ان سامية نظيفة وزي الفل. كان لازم يا ايزاك، كان لازم. انتي كنتي شاكة فيا؟ الشك ده جزء من شغلنا. لأي درجة؟ حبيبتي احنا ما عندناش درجات، يا يا لا. ودلوقتي متأكدة؟ مطمنة 100%. جاكوب زمانه جهز الأكل وأنا ميت من الجوع. طيب ممكن أغير هدومي وحصلكم؟ اقدر اعرف مين اللي جاب شنطتي من الاوتيل لحد هنا؟ انا يا سامي، انا بعت جاكوب الصبح عمل تشيك اوت وجاب حاجتك وجي على هنا. ممكن افهم ليه ده كله؟ يعني ايه ليه؟ انا سبق وقلت لك انك خلاص بقيتي من العيله وملهاش معنى انك تقعدي بعيد عننا، ولا ايه يا ابو سليم؟ شو اللي عندها حق، يعني مفيش داعي انك انت ونبيل تفضلوا هناك واحنا هنا. ايوه بس ما يصحش ان الراجل الغريب يفتح شنطتي ويفتش في حاجتي. جاكوب مش غريب، ده من العيله. ان كنت زعلتي يا ساميه فحقك عليا، انا اسف. خلاص يا ابو سليم، طالما انت شايف كده يبقى مفيش مشكله. يلا بقى اقعدي عشان ناكل. لا ساميه هتقعد جنبي، ولا بتتكسفي؟ أخبار كويسة. سامي عدت اختبار كشف الكذب وعرفنا كل أفراد الموساد اللي موجودين هنا. ده خبر هائل يا فندم. الخبر الوحش بقى إن نبيل وسامي اللي كانوا قاعدين هنا معانا في اللوكاندا عملوا تشيك أوت وأنا مش عارف ليه. طب هما فين دلوقتي؟ هما يا سيدي في بيت أمين من بيوت الموساد وإحنا مراقبينهم ليل نهار. على فكرة أنا شفت نبيل وأنا جاي على هنا. فين؟ في محطة بنزين وأنا بفاول. نزل من عربيته ودخل ماركت الزهر كان بيشتري حاجة. وهو شافك؟ لا لا ما شافنيش. ربنا يوفقه في مهمته. مهمة إيه يا سيد عادل؟
اشرب شاهد واحكي لك على كل حاجه. مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا كلهم خرجوا يتعشوا بره، مفيش غير مس سامية فوديتها فوق. فوق؟ مين؟ ازيك يا حبيبتي؟ قاعدة لوحدك ليه؟ هما خرجوا كلهم يتعشوا بره وقالوا لي اخرج معاهم، بس انا ما رضيتش، قلت اقعد هنا استناك. تعشيت؟ لا لسه. طب ممكن نخرج نتعشى بره؟ وبالمرة تحكي لي عملت ايه مع اجنازي وفروم. اوكي يا حبيبتي يلا. حصلت لك اي مشاكل؟ لا خالص، بالعكس الموضوع مشي كويس قوي، اسهل مما كنت متخيل. طب عرفت توصل اللي انا طلبته منك؟ ايوه، انا صورت لك كل الورق اللي في مكتب ايزاك، وبتهيأ لي الفيلم ده هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه. سابين؟ ابو سليم، اهلا وسهلا، ايه الصدفه الحلوه دي؟ فعلا الصدفه الحلوه دي. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ زي اللي بتعملوه بالظبط، بس احنا خلصنا عشاء وكنا ماشيين لما ابو سليم شافكم مع بعض. فقلنا نيجي نمسي عليكم يا حبايبي. اهلا وسهلا، طب اقعدوا واقفين ليه؟ مش عايزين نقطع خلوتكم. خلوه؟ خلوه ايه؟ ولا خلوه ولا حاجه، اتفضلوا اقعدوا. ده نبيل كان لسه بيحكي لي على روما واللي حصل له هناك. وايه اللي حصل لك هناك يا نبيل؟ تصور انه راح روما لاجنازي وما لقاهوش. لا يا شيخ. وسبت له خبر مع صوفي ان انا رحت له. علشان كده رحت ورجعت بسرعه. ايوه مظبوط. نبيل، تسمح لي اسرق مراتك 10 دقايق وارقص معاها الرقصه دي؟ طبعا. زي زمان؟ تعبانة يا شيرلي، مش عايز. صدقني هريحك، شكلك متضايق. مش متضايق. قوم. على فين يا شيرلي يا حبيبتي؟ هنرقص. ما انا ما بعرفش ارقص. هعلمك، قوم. لا مؤاخذة يا نبيل يا حبيبي، زي ما بيقولوا عندكم في مصر في الامثال، بعد ما الشاب ودوه الكتال. يلا. اسمها شيرلي، طريقة كلامها ونظرتها واضح انها شاكة في حاجة. هي كانت شاكة فيا في الأول، لكن بعد ما عدت من جهاز كشف الكذب خلاص بقت واثقة فيا 100%. ده بس بيتهيألك، أنت أصلك ما تعرفيهاش. سامية، أنا عايزك تخلي بالك منها كويس، تحشيها على قد ما تقدري، دي مجنونة، أنت مش متخيلة دي ممكن تعمل إيه. نبيل، أنا مش عايزاك لا تخاف من شيرلي ولا من غيرها، إحنا خلاص خلصنا شغلنا هنا،
كلها يوم ولا اتنين ونرجع على روما. انا اروح مصر وانت تحصل الفيلم اللي معاكي. لسه ما سلمتوش، هحاول اسلمه بكره. ازاي؟ مش عارف، هتصرف. ده لازم يتم في اسرع وقت. ايزاك تحت، لو راح المكتب في روما وعرف ان انا دخلت وانت نبيل اهدى، ما تخافش، اللي هيسر عليا هيسر عليك. الامر بيد الله، العمر واحد والرب واحد. سهرانين؟ وانتي ايه اللي صحاكي بدري؟ صحيت زهقانه فقلت اخد دش واروح اكوافير اعمل شعري. ممكن جاكوب يوصلني؟ وليه جاكوب؟ انا تحت امرك. لا انت ولا جاكوب. انا نازله وسط البلد اشتري شويه سوفينيرز، تحبي تيجي معايا؟ اهو ننزل مع بعض ونرجع مع بعض ونسلي بعض في الطريق. يا ريت يا شيرلي، بس انا بس مش عايزه اعطلك. حبيبتي احنا كلنا هنا تحت امرك. يلا بينا. يلا. على اذنك. اتفضلي. باي باي يا حبيبي. شلوم هما كانوا سهرانين فوق بيعملوا ايه؟ يعني اكيد ما كانوش بيصلوا يا ايزاك. طبعا مش بيصلوا اكيد،